البرلمان المغربي يستضيف مبرمج معلومات للرد على اتهامات بيجاسوس، والمغاربة هكذا كان رد فعلهم. في سابقة من نوعها استضاف البرلمان المغربي مختصا في البرمجيات والمعلومات للرد على اتهامات موجهة إلى المغرب تتعلق بالتجسس على مسؤولين أوروبيين باستعمال برنامج بيجاسوس. أمين رغيب خبير المعلومات المغربي حل ضيفا على لقاء دراسي وإعلامي من تنظيم البرلمان حول الهجمات العدائية الصارخة والمتكررة ضد المملكة التي يشنها حاليا البرلمان الأوروبي ضد المغرب. وتطرق رغيب المعروف على شبكة الإنترنت بتقديم حلول مشاكل الويب والهاكرز إلى عدة جوانب تتعلق بالإدعاءات والتقارير الأوروبية التي تتهم المغرب بالتجسس. واستنكر عدد من المغاربة حضور مؤثر مغربي يصنع محتوى على اليوتيوب أن يحضر للبرلمان وينفي الإدعاءات الموجهة للمغرب من تجسس، فيما بعض المغاربة آخرون أشادوا بأمن رغيب وأعطوه التحية على ما قاله وعلى المعلومات التي أفادهم بها. واختلفت وتضربت الآراء بين المغاربة ما بين مؤيد ومعارض.